حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي من يزرعها في قلبك. فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، والكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. الفتن بدأت تزداد، فانقسم أغلب الناس إلى منحرف، متذبذب وثابت. في القرآن آية نكررها: ولا نخاف مما تدل عليه من خطر جسيم، وهي تحتاج منا التركيز والانتباه والتدبر. قال تعالى: فتزل قدم بعد ثبوتها، لم يقل بعد تذبذبها، بل قال بعد ثبوتها. فالحياة فتن والثبات صعب، فاسأل الله الثبات بقلب صادق. الثبات لا يكون بكثرة الاستماع للمواعظ، إنما يكون بفعل هذه المواعظ وتطبيقها بواقع الحياة. والدليل قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قيل لأحد العلماء: يا شيخ، فلان انتكس. قال الشيخ: لعل انتكاسته من أمرين، إما أنه لم يسأل الله الثبات، أو أنه لم يشكر الله على نعمة الاستقامة. فحين اختارك الله لطريق هدايته ليس لأنك مميز أو لطاعة منك، بل هي رحمة منه شملتك، قد ينزعها منك في أي لحظة. لذلك لا تغتر بعملك ولا بعبادتك، ولا تنظر باستصغار لمن ضل عن سبيله، فلولا رحمة الله بك لكنت مكانه. أعير قراءة هذه الآية التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإياك أن تظن أن الثبات على الاستقامة أحد إنجازاتك الشخصية. تأمل هذا الخطاب لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك، فكيف بي وبك؟ المثبتات في عصر الفتن خمسة: أولا القرآن، كذلك لنثبت به فؤادك. اثنين قراءة السيرة وقصص الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ثالثا العمل بالعلم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. خمسة الرفقة الصالحة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نسأل الله لي ولكم الثبات حتى الممات. سلام عليكم.